السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة أم إسلام أحمد. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كل شيء مزيان، صحة لاباس. اليوم جيت معكم واحد الفيديو، يمكن أول مرة غادي نجيب معكم شي حاجة ديال التنظيف. جبت معكم واحد المرايا واحد الفيديو ديال التعقيم، هذا ديال التنظيف. بغيت ننظف بلانشة ديالي أولا الميكوات، هي فحال اللي كتشوفوا، وقلت نعمل معكم واحد الفيديو. يقدر يكون شي واحد ما كيعرفش هذه الطريقه، هذه وما كاين بزاف ديال الطرق، ولكن هذه الطريقه اللي كتجيني انا سهله، اللي مولفين عليها عاده. دائما كننظفوا حنايا بلانشه ديالنا من هذا الشيء، هذا كننظفوها بالحلفه هذه والشمع. المهم هذه الطريقه هذه صراحه الله سهله، ماشي صعيبه، وكتخرج بلانشه مزيانه بزاف، يعني كتعطي واحد اللمعان وكترد جديده. انا ان شاء الله نجربها معكم وتشوفوها كيفاش كتجي، يعني اللي ما كيعرفش الطريقه اللي كيعرفها غادي تجي عاديه. المهم عندي هنا غير بلانشا ولا ميكوات ولا كل واحد شنو كيقول لها. المهم ها هي، شفتوا انا كتلصقت لي فيها شي حاجه وخليتها، ما بغيتش ننظفها، ما كنستعملهاش صراحه الله بزاف، ما بغيتش ننظفها، خليتها، قلت خليها حتى نبغي ننظفها ونعمل معكم فيديو. المهم غير بلانشا هي فحال اللي كتشوفوا مسخه. وعندي هنا الحلفه هذه، الحلفه الرقيقه مره، الحلفه ديال السلك الرقيقه اللي كتسبع ب50 ولا بدرهم ولا شحال كتسبع. المهم هذه ديك الرقيقه مره. وعندي الشمع، الشمع ضروري يكون بيض. انا ممكن تستعملوا الشمع عاديه ديال درهم، انا ما توفرتش عليها، ما عنديش، عندي غير هادو، غادي نستعمل هادو. وجمدتهم شويه في الفريكو باش يسهلوا عليا نحيدو من هذا ديالهم، هاد الطاوه ديالهم جمدتهم شويه في الفريكو. المهم هادو هما الوازين اللي غادي نحتاجو، ماشي شي حاجه كبيره. ندوزو ان شاء الله دابا نطفو بلانشا ديالنا مع بعضيتنا. يلا السلام عليكم. بسم الله على بركه الله، نبداو نطفو بلانشا ديالنا. اول حاجه انا شعلتها، ها هي بحال اللي كتشوفوا شعلتها، عملت لها الحراره عاليه، درجه الحراره عاليه. غادي نخليها تسخن مزيان باش نطفيها، على حسب حنا ملي كنجيو نخدمو فيها راه كنطفيوها، خليوها شي يعني شعله، ولا ما كنخليوهاش مركبه مع الضو. دابا عندي مركبه مع الضو، غادي نبدا نوجه لهاد الشميعه ديالي. المهم الا عندكم شمعه كبيره من الافضل، انا ما توفرتش صراحه عليها هادو، جمدتهم باش يحيدوا لي من هادي ديالهم. ها اللي كتشوفوا شي معاهم الشميعه، ها هما. غادي نحيد المهم الكميه اللي غادي نحتاج. المهم انا حيت غير هاد الثلاثه فحال اللي كتشوفوا، حيت غير هاد الثلاثه حتى نشوف الا بقى خصني غادي نزيد. صافي بلانشا ديالي جربتها، ها هي سخنت فحال اللي كتشوفوا. دابا غادي نحيد لا البريز ديالها، غادي نحيد لا الضو مره فحال اللي كتشوفوا. صافي قلت لكم حيدت من الضو، غادي نجيبها غادي ندهنها بهادي مزيان بالشمع، نحاول ندهنها. شوف كيفاش كطلع قربوا هاديك الشمع، راه كيدوب هاد الشيء اللي كيكون لاصق نيا كامل كيدوب بالشمع. شوفوا دوب مزيان بسم الله. وغادي نجيب الحلفه ديالي هادي وغادي نحكها. المهم هي كتشيخ وانتم كتحكوا فيها، كتبقاو على هاد العمليه. المهم حتى كتصفى مره، حتى كتوصلوا اللي بغيتوا بحال اللي قلت لكم. شوفوا كتبقاو على هذه الطريقه هذه حتى كتوصلوا هذه اللي بغيتو نتوما، الدرجه اللي بغيتو نتوما تكون صافيه. المهم غادي نحكها مزيان، مي نشوفها عاود بردت عاود غادي نرجع نزيد الشمع ونعمل نفس الطريقه بحال هكذا. ها اللي كتشوفوا نرجع عاود نسخنها من جديد ونحكها، يعني ضروري خصها تسخن من جديد عاد ترجع تحك. ها دابا صافي هي وقفت هكذا. شوفوا نجمع هذاك الشمع اللي طاح في الارض فحال هكذا، نجمعو في هذه ونعاود نحك به. ها هو بدا كيطيرو ديك الزوائد الا لاحظتوا، شوفوا ها هما بداو كيطيرو حتى بالموس، يعني هادو اللي كبارين هما طاروا بالموس. ولكن الافضل ما نخدموش الموس باش ما نكربشوهاش، غير هذه وصافي، نبقاو معاهم حتى يحيدوا في مره. شوفوا انا كندوب الشمع وانا كنحك، حتى في هاد التقيبات ديالها حاولوا تعملوا. المهم
المهم باش ما نطولش عليكم الفيديو غنحكها ونرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. رجعت معكم بعد ما نظفت البلانشه ديالي، شوفوا ما بقات فيها حتى شي حاجه حتى من هذا التقيبات، يعني باش نسهل ما بقاش نحمق راسي بزاف نظفتهم بهادو بحال اللي وريتكم في الفيديو. هذا العود ديال الودنين شوفوا، المهم استعملت بزاف تهرسوا لي في يدي، هادو اللي بقاو لي صحاح قلت نوريهم لكم. المهم غير كندوز غير كنعمل الشمع، ملي كنشوفها بردت كنطفي عليها كنشعل عليها عفوا وكنخليها تسخن مزيان، كنحيد يدي منها مره ضروري نحيدو يدنا منها ملي تكون في الضو الله يحفظ ما يشبرناش شي ضو ولا يكون يدنا فازق ولا شي حاجه. وحتى من هذا الحلفه يقدر يكون فيها المصه، يعني ملي نجيو نحكوها نحيدوها مره من الضو. وشوفوا الحلفه كيف ولات يابسه على حسب ديك الشمع يابسه. صافي دابا هادي ما عندنا نستعملها غادي نسيبوها. هادو شفتهم كيفاش ولاو كحل، يعني حيدوا ديك الوسخ كامل صافي ها هي مساليه. دابا باش نظفوها مزيان مسحتها مزيان، مسحتها بدره فازقه ومسحتها بدره يابسه، يعني دره ناشفه مره ما فيها شي، وبحال اللي كتشوفوها هي صفات مره ما بقى فيها والو. دابا باش اننا يعني نجربوها مزيان غادي نعمرها بالماء باش نطلقوا للربو ديالها باش تصفى لنا من الداخل، يعني حتى الا كندخل فيها شي حاجه تحيد. المهم نعمرها بالماء ورجع معكم ورد ان شاء الله تسخن ورجع معكم باش نوريكم البخار ديالها كيفاش كيخرج من بعد كتنظف. بحال اللي شفتوا انا شعلت لها وعملت مثل الربو ديالها مثل الماء البخار ديالها. شوفوا انا كنضغط على هذه ديال البخار وهي كتخرج. شوفوا ديك هذه اللي دخل فيها ديك عفوا ديك الشمع اللي دخل فيها، شوفوا كيفاش خرج كحل ها هو دره. المهم ها هو انا كنعملها غير بخار بحال هكذا باش كتخرج الا كانت فيها. شوف كتخرج الا كان فيها شي هادي صافي كتخرجوا، بقاو غير ضغطوا على البخار بحال هكذا صافي باش كتخرج ديك الشمع الا مشى فيها اولا شي حاجه كتخرجوا. صافي ها هي بحال اللي كتشوفوا هاد الماء اللي تلقاتو حيت كانت باقا ما سخنتش وانا عملت لها الماء هو اللي تلقاتو هذاك الاول. المهم شوفوا يعني كتطلق البخار ديالها ها هو عادي كتخرج، راه كتعمل طق 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 هذاك غير كتخرج ديك الشمع اللي كيبقى فيها وصافي. هنايا كنكونوا وصلنا للتتمة ديال الفيديو بحال اللي كتشوفوا قاطعناكم شويه. هنايا كنكون وصلنا ديال التتمة ديال الفيديو ديالنا ديال البلانشا اولا ديال الميكوات ديال التنظيف ديالها. وشوفوا كيفاش كطلق فاش كتكون هذه كتكون مزيانه بزاف. نطلق معكم هذا واخا هذا غير ديال الكوزينه، المهم غير باش نشوف يعني كطلق مزيانه ما كتمشي دغيا ما هادي حتى شي حاجه، يعني ما كتوقفش في شي حاجه ولادي حيت كنكونوا نظفناها مزيان ما كيبقى فيها والو. المهم هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وما تنساونيش طبيعة الحال من الاشتراك في القناه وضغط على زر الاعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا، يا سلام عليكم.